عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فكرة من أخوكم كالعادة محسن عميد. مش أعطيكم فكرة بالنسبة لجماعة زرقاء الزرزيس والأخضر وما شابه كذلك. إن جميع من السيستم هذا فكرة سمحة ياسر. هذا فهمت بيسين للركبة والأقل بالنسبة للذرية الصغار والبيبيات. هذا اللي من هني بتاع البيبيات وفوق. والوسطاني متاع اللي أكبر شوية والأكبر في العصر. كل ما يجيكم خرافات كل واحد ما شاء الله صرتوا جماعة خارجة جماعة الزرزيس جماعة البلاد. وهذه عندهم كل واحد زوز ثلاثة حتى ستة ثمانية فهمت يلقوا ياكلوا قداكم وتنجموا تخدموا هكاك معاهم مع العباد على طول النهار والليل. هذا شوية ضو منها دروات أقوش. هذه في بالي سبعة على 20 متر ولا 25 متر. سهل تنجموا تجبدوا الميم البحر وترجعوا للبحر كل ثلاثة أيام أربع أيام جسيبها جمعة ولا قديش. أنتم مول التحاليل والواحد كذا اللي تشوفها كان الدرية تعملوا لهم دوش نجم تعملوا لهم فهمت دوش أدروات أقوش باش يدوش ولا التواليتات كيف كيف سيسي تولي لاباس. المهم هذه فكرة طيبة وإن شاء الله. هذه من سويسرا على فكرة من جنيف. فكرة سهلة وبسيطة وما تطلبش ياسر فلوس وتدخل لكم فلوس. وهذه توا الوقت هذا راهو مؤخر خلاص من باكر الدنيا بحكم توا العباد الدنيا بردت شوية من باكر الناس أكثر من هذا يجيبوا خمسة مرات صرتوا الذرية الصغار والكبار حتى الذرية اللي عندهم بيبيات وعندهم ذرية صغار. السلام عليكم. كالعادة يحدثكم من أوروبا. كالعادة يحدثكم من أوروبا محسن عمي. السلام عليكم. يوك خوفو زرد الزرزيس. نعطيكم فكرة باش تشوفوا المسبح الصغير للبيبيات وللأطفال الصغار هكاك تعملوه. هو حوالي على سبعة على 20 متر. هذا متاع الصغار كما تشوفوا والآخر متاع المتوسطين والكبار شوية. هيك تنجموا تخدموا تنجموا تجبدوه بسرته بالمي البحر تخدموا بحول الله توت لا جغني. يعني من الناس اللي تجي من برا ولا كذا إذا عندهم عائلات نجموا يشربوا غادي قداكم نجموا ياكلوا يشربوا تروكيل وكاك ما يخافوش عليهم الفيسينات الغاردة خاصة من غادي من قداكم بحر بحذاكم تعملوا موتير وتجبدوا تفرغوا بعد ثلاثة أربع أيام جمعة وانتم أموركم مريقة. السلام عليكم. وسامة برا عودها برا بشوية لا سلمى حبيبتي هيك لا برا عوم غادي برا عوم غادي يبعد لي يضربك هاك هاك اسمع هاك اعطيه هاك ها الاخرى وينها الاخرى لا الروز وين هاي ما تحطيهاش هكاك تحطها في بلاصتها حطها هني مع بعضنا الريفي ان شاء الله عامل جو لا هكذا هكذا هذه علاش؟ شوف على خاطر بتجبدوا بهيك فيها شخاق وكل واحد فيها دواء البيسين صغير خلاص فهمتي؟
خلي 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 ما شاء الله. أسامة يكتشف الدنيا ويهدم يهد عليهم ويبدأ باللعب عاد. هذه في جنيف حديقة سمحة. هذه الحديقة اسمها حديقة الحي اليهودي، هذا مش بداية بنويت أني حب يعملوا شوية سبور غادي. هاي وما شاء الله الدنيا العالم. هذه تقولش على جنينة الباساج في تونس. قال لك بورقيبة، قال لك قد كل خيبة ثم بورقيبتكم فانا. هاي على الجو شيء وسامع في الحمد لله. مع أسامة في زيدك. أنا في سنة غادي أطلع سنة عليه الدنيا العالم. الغرد بوشوش، على الغرد بوشوش وفيه ولا الغرد بوشوش هذا جاي هني. Yeah.